ما هي حكايه الباي بال تاع محمد بن حليمه؟ طيب والله مليح جبتوا موضوع الباي بال هذا اساسا. يعني باي بال تاع بن حليمه ما نقدرش نفتي فيه، مانيش عارف تفاصيله، بصح اللي نعرفها اللي نعرفها هو ان الفريق اللي يشتغل مع محمد بن حليمه، طبعا الباي بال تاع بن حليمه كان باي بال تاعو، يعني هو الباي بال تاعو. وشنو هو الباي بال؟ لان مرات راهم داروا تشويه الباي بال، الناس يحسبوه هذه قنبله، يحسبوه سرقات، يحسبوه. الباي بال هو بنك اونلاين، تبعث الواحد او يبعث لك واحد منه دراهم، او تبعث وحده او يبعث الواحد وحده، بشر يتبادلوا بدراهم. باش نبسط، خاطر شي كاين كثير في الداخل ما يعرفوش، لان المخابرات بنات الباي بال، باي بال حي الله الباي بال، مانيش عارف الى اخره. شنو الباي بال؟ باي بال اساسا كانت مساعدات يبعثوها خاوتكم ويقولوا لنا من فضلكم وصلوها للداخل، والله هاي عندك للعمل تاعكم. باي بال انا اللي تاعي عنده اكثر من سنه من اللي موقف، اكثر من سنه. المال اللي جا فيه ربما ما فاتش 20 أو 25 ألف في أفضل الحالات مدة سنتين، أغلب هذا المال راح للداخل. وإحنا قلناها لما قال النظام واتهمنا راكم تبعثوا للداخل، قلنا نعم إحنا نبعثوا من جيوبنا ونبعثوا مرات من الناس اللي يبعثوا لنا، يقول لك من فضلك وصلوا هذا المبلغ. هذه حقيقة ما انكرناهاش، وقلنا هي تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه، جزء استخدمناه في عملنا. مرات يقول لك وشنو الباي بال في النهايه؟ يعني خزينه الدوله يعني؟ سرقنا بالشكاير يعني؟ طحكوت ولا حداد ولا شنقريحه ولا تبون ولا مبالغ بسيطه ساعدوا بها جزائريين جزائريين اخرين؟ هذا هو الباي بال. دايرين منه قصه كبرى ويتكلم فيه السفيه والخبيث والملعون وبعض البسطاء اللي يخدعوه. ما هو الباي بال؟ ما هي هذه المبالغ؟ أما فيما يتعلق بابن حليمة، وأنا سمعت بعض السفهاء اتهموا سيدة فاضلة تشتغل جهد كبير وبقوة، وقال لك مانيش عارف سرقت من كيفاش تسرق، كيفاش تسرق، كيفاش في أوروبا تسرق، كيفاه؟ يو في أوروبا كلش محسوب، كل سنتيم معروف وين يدخل وين يخرج، ولو كان ما تبررش وين راح كاين الفيسك أولاً، كاين ضرائب، مش ضرائب تاع العصابات هذيك، لا لا ضرائب هنا. البلدان الغربية مبنية على الضرائب، لو كان ما تجنيش الضرائب تغرق. البترول تاعهم والغاز تاعهم والضرائب. ويبقاو يتبعوا فيك كل سنتيم دخل وين راح، منين جا وين راح. طيب لو كان حنا في أوروبا المدخول مثلا ماهوش صحيح، خاصة بريطانيا وفرنسا وين رقابة شديدة وألمانيا، مش صحيح، يجوا يحاسبوك. ومن بعد صرفتو في مكان مش صحيح، يجوا يحاسبوك. الكانيوت اللي دارت محمد بن حليمه ومحمد عبد الله لا يستطيع احد ان ياخذ منها سنتيم واحد، لان هناك رقابه شديده على هذا المال، وكل سنتيم يدفع كما تعرف عنده فاتوره يجوا يحاسبوك عليها. راك تلعب مع ما راكش تلعب مع دول فاشله، راك تلعب مع دول الجبايه. هذه الدول يسموها دول الجباية، معناها تجيب ضرائب وتتبع المال وين يروح. السيدة اللي اتهموها ودات وكذا هو اتهام باطل، ولو أرادت لا تستطيع. فما بالك أنها إنسانة فاضلة تصرف من جيبها. الناس يختلفوا معها، يقدروا يختلفوا معها في واقعة هنا واقعة هناك، شيء هنا شيء هناك، لكن أنا شفتهم والله غير كثير من خاوتكم اللي راهم يجروا. وراكم تعرفوني ما كان لها نحلف، يعني اني يعني اضطريت اني نجي في الحديث اللي راهم يجروا غير يصرفوا من جيوبهم. وغير الكانيو تاع محمد بن حليمه غير هي تاع محمد بن حليمه، وتاع محمد عبد الله هي تاع محمد عبد الله، وكل سنتيم يصرف منهم راهو بالرقابه. محمد عبد الله كاين جمعيه مشكله في فرنسا، معناها الفيسك فرنساوي راح يتبع كل سنتيم. محمد بن حليمه الكانيوت اللي داروا الكانيوت قالوا اعطونا الوثائق هذه والوثائق هذه والوثائق هذه، ودركا اي سنتيم يتصرف يقدر يجي اي فيسك في اوروبا اي جهه يقول لك وين راحت المال هذا. ما تقدرش
اولا اصحاب النفوس الكبيره واصحاب الاخلاق ما يسرقوش حتى ولو كان امامهم الملايين. ثانيا لو افترضنا ان واحد نفسه تلاعبت وكذا لا يستطيع، لا يستطيع. القانون هنا صارم جدا والامور مكشوفه ومفضوحه. الكانيوت معروفه نهار الاخلاص شحال رقم، من بعد يجي يقول لك وين صرفت، واش تقول لهم سنتيم ينقص، يقول لك هذه خيانه امانه، تولي تهمه. للاسف كاين سفهاء وخبثاء ينشروا في السموم، هدفهم تكسر الحراك، ما ولاوش يواجهوا في النظام ولا يواجهوا اللي في يواجهوا في النظام. بعضهم اصيب بالجنون، بعضهم اصيب بالحسد، بعضهم اصيب مانيش عارف بواش. راني مره اخرى نفرق بين اللي ينتقدوا عندهم الحق يسالوا وما بين الخبثاء اللي ينشروا في السموم وفي الاكاذيب ما يسحاوش. ورشاد، رشاد وش بيكم رشاد؟ واش كاين رشاد؟ قالت تحل نفسها لما تقوم حكومة مدنية. رشاد كبار مسؤوليها ومؤسسيها قالوا ماناش معنيين، قالها مراد هنا وقالها عباس عروة وقالها رشيد مسلي وقلتها أنا وآخرين حتى، ماناش معنيين بالسلطة، مش راح ننافسوكم الحكم ولا على سلطة ولا على وزير ولا على رئيس، وش نزيدوكم؟ نحلوا نفوسنا كي تقوم حكومة مدنية. ما صافوش على السلطة. وش بيه هذا الجنون هذا تاع بعض الناس؟ راني نحكي هنا على طبقة صغيرة بالمناسبة. ثم هاكم عطيتونا فرصة تحكموا على رشاد ما رشاد. شوف بنظرة سريعة جيت نشوف وشنو الكتب. رشاد قبل ما تتأسس وبعد ما تأسست كتبت مجموعة كبيرة من الكتب، أنتجت مئات الساعات نتاع التوعية سواء في قناة العصر أو في اللايفات اللي داروها عناصرها، مئات الساعات باش ما نقولش ألاف. خليني نوريكم كتب على السريع. هذا كتاب نشره أعضاء رشاد حتى قبل تأسيس رشاد. واش اسمه؟ ليفر بلون سي لا ريبريسيون الجيري 91-95، يؤرخ للجرائم والتعذيب وللخطف وللقتل ما بين 91 و 95، وفيه شهادات مرعبة مرعبة وأسماء هنا. هذا واحد، هذا توم واحد لا توم اثنين، هذا هاو توم واحد ليفر بلون سي لا ريبريسيون الجيري 91-94 هوغار توم 1 وهذاك توم 2 الجيري أم ميرمير الجزائر التي تهمس، كتاب من أروع ما قرأت في المجال تاع التعذيب والنفسية والجلاد والضحية، من أروع ما تقرأ الجزائر التي تهمس، وأنصح الناس باش يقراوها. ها رشاد Inquiry into the Algerian Massacres قال عليه نعم تشومسكي أنه من أفضل ما كتب في علم البوليتيسيد المجازر السياسية، ودار له هو التقديم. نعم تشومسكي اللي ما يعرفوش هو أشهر سياسي ولساني، عالم لسانيات وعالم سياسة في العالم، وهو الذي أكبر واحد كوتد، يعني يجيبوا من عنده مقاطع الناس في أطروحاتهم أو في كتاباتهم، هو نعم تشومسكي. قال على هذا الكتاب إن أنه أفضل ما كتب في علم البوليتيسيد. مرة أخرى من إشراف بروفيسور عباس عروة وإخوانه. زيد هاي رشاد تحقيق عن التعذيب في الجزائر موسوعة كاملة. زيد ها The Quest for Peace in the Islamic Tradition عباس عروة بالإنجليزية يتحدث على السلام، كتاب رائع صغير ولكنه رائع، يتحدث على السلام في التقاليد الإسلامية، كيف أن السلام هو في حد ذاته، والبحث عن السلام والبحث عن السلم، السلم النفسي والسلم الاجتماعي والسلم العام والسلم الخاص، وعموما تقرأ فيه شيء رائع. مع أن عباس عروة تخصصه هو الفيزياء الطبية، هو بروفيسور في الفيزياء الطبية، أحد كبار المتخصصين في مجاله في سويسرا. ها حراك الجيري هذا تكتب، لا مش هذا،
لا مش هذا، هذا تاع خاوتنا اخرين، لكن كاين كتابين تكتبوا في كتبوا واحد اون ديفونس دي حراك، والاخر على كيف نوصلوا الى حلول وكذا، نسيت العنوان. كتابين تكتبوا في وقت الحراك برك، وراني وريت لكم مجموعه صغيره، راه كاين مازال حوالي 10 كتب اخرى كتبوها اعضاء رشاد. لماذا تنقمون منا؟ لاننا ننشط، ننتج، نوعي، نكتب، نريد الخير لهذه البلاد. أعطونا تنظيم سياسي كتب زوج كتب فقط، ما نقولش 20 كتاب. أعطونا، أنا مش نقارن معاهم، ظروف كل واحد كيفاش إلى آخره. 30 سنة إخوانكم، تقريبا 30 سنة الآن لأسوا رشاد، لم يتوقفوا أبدا من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الشعب. لماذا هذه الهجومات؟ لماذا هذا الشيطنة؟ لماذا؟ وتستمعوا للسفهاء اللي يقول نقتل 20 مليون وأمثاله، للذباب ويدخل فيها بعض الناس وأشياء أخرى كثيرة. J'ai fait évacuer la maison. Oui, j'ai vu. Et il a répondu ? Rien. Silence absolu. Je m'imaginais bien. Ali ! Ali Lapointe ! Fais sortir les autres, au moins. Tu sais bien que vous allez tous sauter. Le gosse s'en tirera avec quelque temps de maison de redressement. Pourquoi veux-tu le faire mourir ? Je te donne encore 30 secondes. Qu'est-ce que tu crois obtenir? De toutes les façons, tu as perdu. Réfléchis bien. 30 secondes. 30 secondes à partir de maintenant. نحبسوا هنا. هذه الواقعة طبعا الأغلبية العظمى منا شافها، وشافها ربما عدة مرات. علاش جبتها الآن؟ فرانسيس يعرضوا على لابوينت، يقولوا تسلم روحك، تسلم روحك، ما يا حين نحبسوك وكذا، بصح تسلم روحك. علي لابوينت يرفض، يرفض في المطلق. ومن بعد يقولوا له خلي الطفل يخرج. كراما 13 سنة ولا 14 سنة البتي عمر، واش يقول لهم؟ يقول لهم اللي حاب يخرج يخرج، يوجه كلامه لمحمود والبتي عمار والحاسبة بن بوالي. حاسبة بن بوالي كان عمرها 18 سنة، يعني مجرد وين بلغت، يعني بلوغ القانوني على الأقل. علاه ما خرجوش؟ علاش فضلوا يموتوا وما عارفين اللي تتفجر وما خرجوش؟ علاه ما سلمش روحه علي لابوينت؟ علاه ما نقولوش حنا الجزائريين علي لابوينت ولا غردارها بالبتي عمار وبحاسيبه كون خرجهم؟ رفضوا، قال لهم خيرهم، قال لهم اللي حب يخرج يخرج، ما حبوش، حبوا يستشهدوا معاه. علاه هو حب يستشهد؟ علاه حب يموت؟ علاه ما خرج؟ وصرات له كيما اللي خرجوا كيما يوسف سعدي وكذا، ضربوا من بعد عامين ولا 3 سنين ولا 5 سنين في الحبس ومن بعد طلقوه. علاه؟ آمن بالقضيه تاعو، ما يستسلمش. الناس أصناف، كاين اللي يستسلم، كاين اللي ما يستسلمش، كاين اللي يحب يبقى حتى الاخر نفس، كاين اللي بعد تشدوا من وذنه يولي مانيش عارف واش يدير على روحه، وهكذا. الناس اصناف، النساء والرجال معادن، مش كيف كيف. بعضهم يجي يقول لك محمد عبد الله لعبتوا به محمد، لا محمد عبد الله كان يرضع في صبعه، محمد عبد الله ثائر،
محمد بن حيمة ثائر، اللي راهم في اللي راهم في السجون ثوار، بعض اللي راهم في الخارج ثوار، نساء ورجال ثوار يامنوا بقضيتهم، وكاين اللي يحب يموت على قضيته. احنا ما قلناش للناس لا موتوا لا والو، احنا سلميين. في النهاية اللي يتلام عصابة ذبحت الشعب وذبحت البلاد وتبيع في مصالح البلاد على جال سرجان وكابران، ولا اللي كانوا معاهم؟ تريدوننا نكونوا ديكتاتوريين واللي يشتغل معانا نقول له دير هذه وما ديرش هذه؟ ما بنيناش نظام جديد، وما بنيناش دولة جديدة، وما بنيناش جزائر جديدة ولو بالأفكار. لكن القضية هي قناعات. أنا عارف اللي ما عندوش قناعة الثورية ما تنبتلوش، اللي ما عندوش قناعة الصراع وقناعة الثبات ما تجيبهالوش أنت. والمثال عندنا يقولك اللي تحط له حجرة في يده ما يلاوح، اللي تقول له أرمي وتحطها له أنت في يده ما يرميش، لازم يكون مقتنع. وممكن تحدث في هذا لساعات طويلة. لكن الناس تظلون الناس، ويصبح وكان الاتهام اللي كانوا واقفين واللي كانوا يصبح توجه لهم تهم والسموم والخناجر، في حين أنك المفروض توجه لدولة تدعي أنها دولة قانون تسلم بدون قانون، ودولة يقولوا جزائر جديدة وشوفوا إيش راهم دايرين في البلاد، الناس غارقة في السميد وفي الزيت وفي الحليب ويتابعوا في الأحرار، وتستمعوا ليزاجون بروفوكاتور تاع الدي ار اس. يا أسفاه يا أسفاه. خلينا نختموها بهذه ربما أقل حزن. عفوا راهي الصور كثيرة عندي. عفوا عفوا عفوا، راني نبحث على تاع رزقي الشيخ رزقي يا المساعد، إلى راهي أمامك عاود ابعثها لي باش ما نزيدوش نعطلوا ونطولوا. هاي عندي، هاي هنا خلاص. كما علم هذاك وين نزيد قدنا، ولكن احنا اللي رانا مضرورين، احنا واش واسينا باش نوصلوا لهذا التمرميل هذا؟ واش تبغي؟ نبغي نروح للدار نقول لهم يطلقوني، انا ما عملت والو مانيش معاهم، عمري ما درت البوليتيك. انا متشقلله يا علي، اش بك؟ كي تجي نحطها نفهم معاه، فهموا شكون يعرف طول من يطلقك، وجد بزياده هاد الرجال كامل اللي راهم هنا تاخر منهم. اسمع اسمع سيدي عليم، انا ما كي وقت العياط رانا كي يدهم لازم سكت وصبر. اسمع هذا انت ما عندكش النيه، ما راكش جزائري. شوف انا كي هكذا وحتى اليوم جماعه عليم ما دخلوا منا ما خرجوا منا. انت ما بقات لك حياه، جاز وقتك، راك عايش في الفايده برك. اني نهار والدي يمات الحياه اللي راك عايشها، الدلو المازيريه. مرحبا بك، وين تعرفتوا هذا انت؟ ما تاخذش عليها مرسقي جاري، اشنو شويه مقلق برك. قالوا على الوالدين الحياه تاع الذل اللي راك عايشها انت. كلمات عميقه وعميقه جدا. كاين اللي ماذا به الحياه برك يكون مذلول، يبوس الصباط، يعفسوا له على رقبته، يسبوه، يلعنوا الحياه برك، عطولوا الحياه برك، ينعلبوا الحياه تاع الذل ونتع الطحين ونتع الرخص ونتع الفساد ونتع الخضوع ونتع عبادة الجنرالات وعبادة الأصنام، ينعلبوها حياة. الحياة الحقيقية اللي يعيشها الإنسان هي حياة الكرامة، هي حياة العزة، هي حياة الرفعة، هي حياة الإنسان يضحي من أجل الوطن ومن أجل الشعب. يقدر يضحي بنفسه، يقدر يضحي بماله، يقدر يضحي بوقته، يقدر يضحي بهم جميعا. وإذا ما يقدرش ما يبقاش يبعث في السموم نتاعو، ما يبقاش. كل هذا سيبقى تاريخ، والتاريخ يكتب، وما عند الله خير وأعظم. لكن مع ذلك خلونا نشوف واحدة أخرى وبها نختم. هذه أقل طول من الأخرى. في جيتا شفتي غاريش؟ أه يما، اسكت أنت، بلا فمك، تعرفوا؟
عمري ما شفته. تعرفني اخويا؟ لا لا سيدي لا لا. واش قلت لك عمري ما شفني. ولا دانيا فوا ديما وين سكا؟ اي جي سي با مولي تنهم اي جي سي با. كلهم يا رزقي راك تتعذب وانت شيخ كبير، ما تحبش تموت فيهم تضربوا. ويدها وليدك مهبول ما تهبلش معاه، ورونا ولعبوا بينا الناس كيما وليدك اللي يحبوا يخرجوا فرنسا باش يخرجوها. من عجب ما عندهم والو، نعرفهم كنت معاهم. او ذكرك مع هادو؟ نعم راني مع الحق، وانت يلزم تكون من جهتنا كيف حالي. انا البشكارة. انا مرض بالضحك ولدي منجم.